فعلا عجبتني. البركة فيكم. يعني كنت هتعلم كل ده فين؟ المهم بس ما كنتش فشلت قدامك. لما تروح كلم ابو بلال قول له انك جاهز تروح له. حاضر. علاء انت لو خايف او مش مرتاح احنا لسه فيها على فكره، ممكن نلغي المهمه او ناجلها حتى. تمام يعني؟ ده على اساس ان احنا داخلين سينما نتفرج على فيلم. انا فاهم قد ايه انتوا مستعجلين، وعارف ان الموضوع عندكم دلوقتي حياه او موت. ايوه ماشي، بس دي مشكلتنا احنا مش مشكلتك انت. احنا اللي لازم نلاقي لها حل دلوقتي. بقى في احنا وانت. مش حضرتك قلتي قبل كده ان انا واحد منكم؟ ماشي، وانا لسه عند كلمتي. بس مش معنى ان انت بقيت واحد منا معناها ان انت هتشيل شيله كبيره قوي كده لوحدك. لا يا يوسف معلش هختلف معاكي. طالما بقيت واحد منكم يبقى شيلتكم هي شيلتي. وبعدين والله العظيم انا مش خايف. انا بس كل اللي حصل لي بصراحه ان انا اتخضيت لما حسيت ان انا داخل على الجد. عادي يعني بتحصل. وبعدين انا هروح انام واصحى ابقى زي الفل. ما تلاقيش والله العظيم. انا بس مش عايزك تكبري الموضوع، عاوزك تطمني. كل بس اللي بطلبه منك يا ريت ما تقوليش لعصام باشا اي حاجه. ممكن؟ رد فعل طبيعي جدا. انا شخصيا لو هو ما عملش كده كان ممكن اشك فيه. وانا كمان، بس بصراحه انا ما حسيتش ان الخوف اللي جواه ممكن يقلقنا او يخلينا يعني ان احنا نغير خطتنا. انا بس كنت بشارككم يعني في اللي حصل. انت رايك يا عمر؟ مش عارف. شاب موهوب جدا يا سيدي، ومتعدد المواهب، مخرج ومؤلف ومصور ومونتير. يعني هيكون إضافة كبيرة جدا لوحدة الإعلام، خصوصا بعد ما فقدنا إخوة كتار بعد استشهادهم في المعارك الأخيرة. تضمنه؟ الضامن الله يا سيدي، ولكن أنا هذا الزلمة إما راح يكون لغم ينفجر فينا، أو راح يكون كنز نرجع فيه صدانا لإعلامي مرة تانية. وما راح نعرف إلا إذا جبنا لهون.